هناخدهم شويه منهم يعني بتاع ساعه او ساعه ونص يحضروا عندنا المحاضره. نزع السلاح، لكن بعديها اتطورت الفكره وشملت كل شرائح المجتمع. وعندنا عندنا جامعات تانية بتضم عدد معين من الطالبات والامهات او اي حد يعني بيجي. الكلمه هذه الامل في الله، يعني لازم كل واحده فينا تمشي القدام الا كان الناس كلها يد واحده ومتسامحه. في حملتنا اليوم اللي هي بنبتدوها اليوم إن شاء الله وتنتهي في أول مارس هي حملة على خاطر يا ولادي، نطالبوا فيها شباب بأنهم يفكوا النزاع ويقطعوا ويرموا السلاح ويتجهوا للعمل ويتجهوا للشغل ويتجهوا للتعليم عشان خاطر ينهضوا بليبيا في الطريق الصحيح. اتجهنا الأماكن كثيرة من ضمنها الجامعات، من ضمنها المدارس الثانوية والسجون والكليات العسكرية. أي شيء حوالين صاحبتها تسلم وتضحك. إحنا الحاجة الوحيدة اللي وقفتنا هم الامتحانات، فهذا ليش ما زال نخمش علينا من جميع فبعض مكتب التعليم المسلم رحب بالفكرة في مدارس ما بيناتهم الهضبة الثانوية. الأمل في الله فينا هي السبق في فكرة على خاطر أولادي سامح على حمد على فكرة. أتمنى إن شاء الله يكون يد اللي فوق والدس اللي فوق. ما يعطي